سكرين حيين يعني مكان مبارك حيين مكان جميعا ولقاء مبارك نسأل الله يجعلهم من خير إن شاء الله. ولا شك أن الله جل وعلا يفتن العباد بما يفتنهم، يفتن بالصحة ويفتن بالأمراض وبالفقر وبالغنى ويدعو الظلام ويعلم لهم امتحان ويعلم لهم امتحان. علمت لك الصحة وعلمت بمال وعلمت لك ذرية ونعم عبادة كل ما تتنوع ثم أمر الأبدان بالسمع بالبصر بالنطق بالقدمين باليدين إلى آخره. تنوع أنواع الأمراض تختلف والله على كل شيء قدير. إلا أن الله جل وعلا أمرنا بالسبب. فقال صلى الله عليه وسلم: ذو عباد الله ولا ذو بحرام. فقال: ما انزل الله من داء الا هذا الدواء علمه ما اجل وجهيلا. فالامر الامر موجود ولا علم لكن يعلم هذا هذا. والذي انما علم الانسان يجتهد توقي الشر على استطاعته لان غيره ولا تربيه بيت امتلكه يتغيب استطاعته بسبب النار اللي يؤدي الى مكافاه الاعراض. ولو بإذن الله جل وعلا كل ما نقول من الألباب لكن على إنسان يحل على يد حوالي نفسه بين أنزاحه عنده حوالي على صحتها وعلى سلامتها ويبلغ الأسباب التقييم من هذه الأشياء. والله يقول وعلى السبيل إخواني هذه الجمعيات المبادرة من التبرع من إخوان المسلمين الأطباء يعني أملوا عليهم إيمانهم ومن غير أولادهم لإخوان المسلمين والنبي يقول لا يقع المطيع بلا غير من يحب نفسه. إذا علينا أن نحب الإخوة من أنفسنا ومن محبتنا لهم ونصارهم ونوجههم. عند السوق الذي قال أنه بلغنا لهم 25% وأكثر لأجل الخطير وله آثار سيئة عن الإنسان كلها وغيرها الزلاطية وغيرها. فمكافحة مطلوبة ولو الإرشاد إلى مكافحة مطلوبة بأعمال طيبة من مدارس ومن البنات بعرض التوعية الصحية عليهم كان يوم المسائل الإعلامية يكون دور فعال التلفاز مثلا الإذاعة الصحافة كل أسبوع برنامج مهم من هذه القضية يبدو توقيها عن الصغار حتى الكبار يحذرهم من الوقوع